بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم إن شاء الله بإذن الله تحت العنوان Creating a New Project علشان نبتدي ننشئ مشروع جديد على Articulate Story Line to Just. إحنا هنضغط على كلمة New Project من فوق or Exactly بتساوي الاختصار Control N يا شباب، ده عشان تنشئ ملف عمل جديد. كما إن أنت ممكن تبتدي تعمل ريكورد سكرين عشان تبتدي تعمل سكرين كاست، يعني تبتدي تسجل حلقة بحركة الماوس بتاعتك بصوتك سواء كان أنت عايز تظهر الكاميرا بتاعتك أو لأ. ممكن برضو تبتدي مشروعك بإن أنت تعمل امبورتنج لملف باوربوينت او ملف كويز ميكر او ملف انجيج او ملف من تمبلت من تمبلتس بتاعت الستوري لاين. كما ان الريسنت ديت القائمه اللي بيكون فيها موجود اخر ملفات انت كنت اشتغلتها. ممكن تعمل براوز لو كنت عايز، يعني تفتح البراوزر بتاع الجهاز بتاعك عشان تبتدي تسرش على الملفات اللي بالامتداد البرنامج. امتداد البرنامج يا جماعة بيكون عبارة عن ستوري اس تي او ار واي او ستوري تمبلت بالنسبة للتمبلت. احنا جاست هنبتدي نضغط على نيو بروجكت او اللي بتساوي اختصار برضو كنترول ان. بمجرد ما ان احنا نفتح النيو بروجكت يا جماعة بيديني واجهة الستوري فيو، ما في اي شيء غير زي انا جاست ما عنديش اي حاجة في غير سنس واحد بس، والسنس ده معناها مشهد، وفي سلايد واحدة بس من فوق، والقصص كلها طبعا انتايتلد 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 لاني انا لسه ما سميتش اي حاجه. بالنسبه للمهاره المعهوده دايما من قائمه فايل بيبتدي نعمل ندور على سيف اس عشان نبتدي نحفظ البرنامج باسم معين في مكان معين. طبعا بالنسبه للسلايد، بالنسبه للسايز يا جماعه، بالنسبه للمقاس بتاع البروجكت بتاعي بيكون افتراضي 720 في 504 بيكسل او تقريبا 540، مش متذكر بالظبط، لكن اكشولي انت ممكن تغيره زي ما انت عايز. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.